كده تتشكل فورا فرقه بحث وتتعمل مجموعه تحريات وتتسلم القضيه للمقدم شريف بركات من المباحث العامه. هو من اكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجه في القضيه دي. ادوله بامر مني كافه الصلاحيات اللي يطلبها. كل دول كانوا بيوصلوك، انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدعي للشويش وقول له افتح وخرجني، هيخرجني. الدور الباقي عليك انت، ممكن تاخد لك تأبيده زياده. لا انا خلاص طالع افراد بعد 22 سنه. عارف، بس ممكن الزنزانه دي تتفتش ويتلاقى تربه حشيش هنا ولا هنا، ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام، مش كده ولا ايه؟ دي تلاقي حجيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه ساعه عربي فيزيونيه كلمني. انا اسمي حنفي اللي قباها. طلباتك؟ خيري ورشاد وبدوي، العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره، وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشرب الحاجة الساعة. ملحوقة. نسيت اقول لك يا حنفي. خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قباها. الكلام اللي انت قلته لي ده بجد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ده احنا بندور عليهم، ما تقلقش. هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينا الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اجي اسالك، الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان.
صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ اساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ انت تنفع تسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. مش ندمان؟ اركب. انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على ابدع مطعم في مصر. ناكل لقمه حلوه ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول. حنفي. اكل الاول. الحريم لسه موجود. لو واحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه اتحرك. اعمل همه ترابيزه. انت بتمنع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. مش انا يا مداء. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مداء. بلاش اغرف. يلا بلاش كلام فاضي. المحل باظ. يلا 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 قوي كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه. باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي. يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضه اللي جاي فز. قوم يلا. ماشي يا باشا.